مسامحة يا أخي، مقرونة تعتبر البيت. مسامحة يا أخي، أسرع قبل ما حد يجي، يمكن ينحط كم تمينة كمان. ضروري اعرف. تمام، شغل المطبخ بشرط ما تقولش لحد. ولا يهمك، كلمي بس، ماذا اعرف اي شيء. اصلا احنا يتامى، وابي قتل في انسراب الطيران العدوان الامريكي السعودي. امي مريضة ما تقدرش تمشي، واحنا ما فيش معانا اي شيء ناكل. واحنا نراقبك كل يوم لما تخرج من بيتك ترمي القمامة ونشلة ناخذ مننا ناكل انا واخواتي وامي. بس وين بيتكم يا بنتي؟ جنب بيتكم. يعني بيتكم جنب بيتي وانا ما عارف؟ الله المستعان. يابا يابا. ايش؟ من لقيت المحفظة حقكم في الشارع تطلع عندنا البيت. في هذا البنت. الله المستعان. تعال يا ابني.